على تجارب أنثوية أكيد عنوان معرض جماعي يضم عدد من الأعمال الفنية مثل الخزف والنحت والتصوير الضوئي والخط العربي والرسم وبعض الأعمال اليدوية. تشارك فيه عدد من السيدات لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة بالمجتمع. عن هالمعرض وأهميته معنا أحد المشاركات بالمعرض، الأستاذة تركية جبور، عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وأكيد نحن قررنا نروح على الجمعية السورية الفلكية. أكيد هذا هون بنروح. صباح الخير سمر. صباح الخير ليا. هيك بشهر آذار بلش الربيع، بلشت الحيوية، بلش النشاط. لكن أنت عم تحكي طلعت الشمس. هلأ فينا شهر الدفا، شهر الزهور، شهر الورد. هلأ بالنسبة للمعرض، فكرة المعرض بلشت بال 2017 طبعا. دائما بالجمعية الفلكية السورية بتضم فئة كتير كبيرة من المبدعين، مو بس بمجال الفلك، طبعا الهوايات متعددة، التصوير، الرسم، الخط، كتير في عنا شباب وصبايا عندهم هوايات متعددة. فبأحد النشاطات الآنسي زكاء الكحال، هي مصورة يعطيها ألف عافية، إلى باع طويل بالتصوير الضوئي. فأحد نشاطات التماس الأهل اللي كنا عم نحكي وكذا، شو رأيكم نجمع حالنا بما أنه كل واحد منكم عنده موهبة ونعمل نشاط أو نعمل شي معرض جماعي بضمنا كلنا. تمام، فكرنا بالقصة، أوكي بنعمل معرض. كنا 10 صبايا أول شيء، 5 منهم عضوات بجمعية الفلكية السورية. انطلق المعرض بال 2017، ثائبت وقتها كان الافتتاح ب 26/11، حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، العنف القائم على النوع. فنحن بالتزامن مع هاي القصة، هاي الحملة، عملنا المعرض. كانت انطلاقة المعرض ضم المعرض أول شيء 10 فنانات، 10 صبايا خلينا نقول، لأنه كلمة فناني كلمة كتير كبيرة، في منهم فنانات محترفات وفي منهم هاويات. فقط هاويات، انا هاوية تصوير، في صبايا هاويات خط عربي، رسم، يعني كان في فئات متعدده. جمعنا بعضنا وعملنا المعرض بالمركز الثقافي بابو رماني. طبعا مشكوره اداره المركز ومديريه الثقافه ووزاره الثقافه، دائما عم تحاول تسلط الضوء على هي النشاطات، وبالاخص النشاطات المتعلقه بالمراه والاطفال. فكانت انطلاقه المعرض بال 2017 بلشنا فيه، كان في عدد من المشاركات، رسم، تصوير ضوئي، رسم على الخشب، نحت، يعني هاي الفترة بال 2017. بال 2019 2018 هيك وقفنا شوي، كان في شوية يعني إعادة شغل للكل. بال 2019 رجعنا بالنسخة الثانية، لكن عدد المشاركات ازداد، كنا 10 صرنا 20 فنانة عم نشتغل، في منهم محترفات فعلا، خريجات كلية الفنون الجميلة وعم يشتغلوا بالفن ولهم معارضهم الخاصة، وفي منهم الهويات اللي نحن منهم. المعرض بال 2019 نضاف له فئة جديدة، نضاف روح جديدة، يعني كان ما في عنا نحت، ما في عنا رسم على الزجاج، نضافوا يعني هدول للمعرض. يعني كل سنة انتم عم تتميزوا، طيب شو بيميزكم هاي السنة برأيك؟ هاي السنة بال 2021 خاصة انه نحن قايمين من فترة كورونا، يعني نحن بال 2020 لحقنا حالنا السنة الماضية وعم نفوت بمرحلة جديدة هلا ما بدنا نطمن العالم، يعني هو دائما لازم الوقاية، نحن لازم دائماً. الوقاية دائما يعني هي بتحمينا من كل شيء. بال 2020 عملنا المعرض شهر آذار، كان صار النسخات الثلاثة الباقية تزامن بشهر آذار مع يوم المرأة العالمي وعيد الأم. كل عام وأنتم بألف خير يا رب. فصرنا نشتغل عليه بشهر آذار. السنة الماضية عملنا الافتتاح كان قبل كورونا، هاي السنة تميزنا أنه رجعوا عدد من الفنانات اللي كانوا تقريبا يعني مثل خف نشاطهم بهديك الفترة، بتعرفي فترة عدم طلعة من البيت، ما في روحة، ما في مجية، ما بتقدري مثلا تلتزمي بنشاطات أنه أنت لا تصوير لا، يعني حاولنا قدر المستطاع أنه نحن هاي السنة نجمع الأشياء اللي كانت موجودة عنا، في شيء قديم نحيي، نسلط الضوء على دور المرأة. يعني سوريا بعد 10 سنين حرب الإرهابية على سوريا، إنه تعبتنا كلنا، ففي نساء كتير فقدوا معيل أسرتهم، الشهداء اللي عنا عدد كتير كبير، قدمت سوريا كتير من الشهداء، فهدول النساء في كتير منهم حاولوا يثبتوا وجودهم خلال هاي الفترة. نحن من خلال هذا المعرض عم نفتح الباب لكتير نساء يشاركونا بالشيء اللي نحن عم نعمله. يعني احنا مثلا عم نسلط الضوء انه المراه هي نصف المجتمع. طيب اي سيده حابه تيجي وتشارك معكم بالمعرض ممكن تيجي تشارك؟ طبعا كله يعني متاح للجميع، يعني اي وحده عم تعبانه حابه اي هوايه، يعني اختصاص محدد اي هوايه. هلا اختصاص في عندنا رسم، تصوير ضوئي، نحت، رسم على الزجاج، خزف، يعني في خط عربي، في كثير فئات جميله يعني عم بتشارك معنا. بس المحترفين بتاخذوا اكيد. هلا العمل الجميل، يعني اوقات في هوايه، انا مني محترفه بس اوقات
تطلع معك لقطة حلوة، صورة حلوة، أنت بتقدميها بطريقة حلوة بتاخد حقها. يعني إحنا المعرض تميز بمشاركة عدد، كانوا الأساتذة قبل شوي عم يحكوا عن منظومة آمال والشغل الرائع اللي عم يقدموه فيها، الله يعطيهم الألف عافية. نحن معنا أشخاص من ذوي القدرات الخاصة، يعني في كان أشخاص صبايا ما في إيدين مثلا من متلازمة داون، قدموا أعمال جدا جميلة مثل التطريز، الصوف، يعني في شيء حلو عم تقدمه المرأة. أولاً فينا نقول تعبر عن حالة بوقت فراغة، تستثمر بشي حلو، كمان بالتسويق لبضائع. ولكن اليوم نحن دورنا من بعد المعرض، كيف فينا نحتوي هالسيدات يمكن اللي هن معيلات إلى أسرتهم ما عندهم منفذ تاني، كيف فينا نحن نوجههم إما السوشيال ميديا أو بمعارض تانية أو تشبيك مع جهات مختصة يمكن بالحرفة اللي هن بيقوموا فيها؟ تمام، في كتير سيدات هلأ لاحظنا الفترة أخيرا الفيسبوك والسوشيال ميديا، كتير في صبايا صاروا عم يروجوا لشغلهم، يعني كتير عالم عم تشتري من على الانترنت، سواء مثلا مستحضرات تجميل، سواء شغل صوف، سواء ألعاب، في كتير أشياء هلأ نحن عم نحاول يعني عم ناخدها من على الانترنت، ما بقى عم نروح مثلا على المحل ندور كذا. فهلأ الحرف اليدوية والفنون عند المرأة، وخاصة هاي فترة الحرب المرأت علينا، تميزوا النساء، فصارت كل واحدة تبتكر طريقة. يعني المرأة السورية، المرأة بشكل عام قادرة، لكن المرأة السورية بهالأزمة طلع أجمل ما فيها أنه هي قادرة. يعني بنشوف أنه في نساء ما كانوا يشتغلوا مهن كتير صعبة عليهم، مثلا هلأ عم نسمع في مرأة سائقة تاكسي، أنه المهم هي تقدر تعيش بكرامة، تربي أولادها صح، تعلمهم وتأخذ مكانتها بهذا المجتمع. يعني نحن كلنا بالمعرض عبارة عن تجارب، أساسا وجودنا بهالحياة هو تجربة. تجارب هي مثل الملح، الملح بالحياة، الملح ما فينا نستغني عنه، كل تجربة نحن بنستفيد منها بتضيف لنا شيء جديد. فهلا هدول النساء اللي عم بيشاركوا معنا يمكن ما حدا كان بيعرفهم، يمكن يعني في احد الصبايا يمكن كانت مغموره ما حدا انه سمعان فيها، من خلال المعرض بلشت تسلط الضوء عليها، بلشت تنعرف، عملت اكثر من لقاء، اكثر من برامج. يعني الاعلام كمان مشكور كثير عم يتواجد معنا، عم تكونوا موجودين حضرتكم معنا، عم تسلطوا الضوء على مفاصل جدا مهمه نحن نقدر نطور فيها حالنا ومجتمعنا وبلدنا. يعني انتم عم تسلطوا الضوء على السيدات بشكل عام، وهن بيقدروا يطوروا حالهم وأكيد يكبروا الموهبة عندهم. تمام. خلينا نحكي عن شغلك، كيف عم تعلمي العالم علم الفضاء، السيدات يعني بالأخص علم الفضاء والفلك. خلينا نحكي عن أهمية هذا الشيء، إنه السيدة تعرف بعلم الفلك والفضاء، شو برأيك؟ هلأ من أول ما تأسست الجمعية طبعاً 31/8/2005 كان هدفنا موجه لكل فئات المجتمع. من أهم هاي الفئات اللي نحن كنا نركز عليها، غير طبعاً أنه هاي المجالات بشكل عام كل العلوم كانت قبل حكر على الرجال. يعني إذا بنرجع حتى بأوروبا بالقرون الوسطى كان كتير قليل عدد النساء اللي تعلموا، في علمات كتير عانوا من أنه أنتوا ما في مجال تتعلموا، فهن كانوا يتعلموا بالسر أو ما يقدروا يروحوا على الجامعات، أو وحدة تنشر العلم اللي عم تعلمه باسم أخوها أو زوجها أو كذا. فهلا نحن من خلال الجمعية عم نسلط الضوء على دور المرأة بالمجتمع. يعني احنا بدل ما تفيق تقرا برجة الصبح او تسمع هدول القصص او هي الشغلات، لا، هي بتعلم ابنها شيء معلومة صحيحة، بتعطيه شيء عم بده يمرق معه بالمدرسة بالمناهج التدريسية. هذا العلم قائم، علم كتير كبير، علوم الفضاء والفلك. فنحن عم نحاول نوجه الأمهات ليعلموا أطفالهم أساسيات هاي العلوم، يكونوا هن موجودين معنا. يعني طبعا انت لما عم تعلمي النصف اللي عم يربي نصف المجتمع، فنحن انت حتوصلي لشريحة كتير أكبر، حتكون هاي الشريحة قادرة على بناء بيتها أولا، أسرتها، على التأثير بالمجتمع بشكل عام. بالتالي نحن بتقل عنا المظاهر اللي هي المظاهر البشعة اللي ممكن خلينا نشوفها بالمجتمع، أو الاتكال على الآخرين، أو في كتير مظاهر إنه نحن للأسف عم يكون بالقرن نحن 21 صرنا، في كتير نساء لساتهم ما عم يتعلموا، ما عم يروحوا على المدارس، في عدد كتير كبير من الصبايا عم يتزوجوا تحت سن 18، فنحن عم نعاني من هاي المشاكل. فنحن من خلال الجمعية عم نحاول نلم بكل العلوم طبعا، وخاصة علوم الفضاء والفلك. كيف عم تلاقي الإقبال من قبل السيدات لعنكم أنه تعلم عن الفلك والفضاء؟ في كتير عالم بيشوكي أنه بيسمعوا أنت فلك، جمعية فلكية سورية، أنا شو برجي، أنا كذا، تعالي احكي لي برجي، ريلي كفي من هدول الحكي. هلا نحن خطوة خطوة بنبلش معهم أنه علوم الفضاء والفلك هي علوم قائمة على عدد من حتى العلوم الأخرى. نشاطات يمكن إذا في نجم، في كوكب، في شهب،
كلكم اكيد بتجتمعوا على بمكان واحد وبتشوفوا هاي الظاهره الفلكيه. انا بدعيكم، انا بدعيكم بدعيكم باي، وخاصه يعني ايمت في ظاهره فلكيه هلا 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 في قريبا للاسف في خسوفات وكسوفات ما بتنشاف من عندنا من سوريا. أوكي. هذا العام يعني بسيط باحداثه الفلكيه بسوريا، لانه 2020 كانت مليئه بالاحداث بكل شيء. فهلا بس انا بدعيكم لاجمل نشاطين بيكونوا اللي هن الهطل الشهابي. هلا بكونوا هاي السنه ما في خسوفات امر مشاهدي من عنا، خسوف كتير منظره جميل، رصده كتير حلو، ننبسط فيه، ما بيأذي العين. الكسوف لا، على العكس نحن لازم لما نرصد الكسوف نكون كتير منتبهين، بدنا نظارات مشان العين. لكن في عنا ظواهر اللي هي رصد الشهب. الشهب هي عبارة عن بقايا من ذيول مذنبات بتخترق الغلاف الجوي للأرض وبتشكل ألعاب نارية كتير حلوة، هي ما بتأذي العين، بنقعد هيك بنطلع بالسماء. طيب خاصة إذا السماء صافية، حابب يروح معكم ويشوف هي الظواهر الفضائية الجميلة مثل ما عم تقولي، خلينا نحكي كيف فيه ينضم لكم صفحة الجمعية. يعني في 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 حجوزات في طبعا. هلا الحجوزات كيف بتكون؟ احنا عندنا صفحه جروب على الفيسبوك جمعية الفلكية السورية، في بكل المحافظات يعني اللاذقية، حمص، طرطوس، حماة، مصياف، ريف دمشق، بالنبك، يعني في عندنا صفحات للجمعية بكل هدول المحافظات اللي في فروع الجمعية فيهم. بتروحوا انتم كجمعية الى المحافظات اذا طبعا يعني اوقات فلكية. بس عم اقول لك فترة الكورونا كثير خففنا التزاما بالتعليمات والاجراءات الوقائية اللي تمت بالبلد عشان نحن نحمي حالنا ونحمي غيرنا. لكن ان شاء الله هاي الفترات حنرجع نباشر نشاطنا طبعا بحذر مشان تكون التجمعات ما يصير فيها اي مشاكل. نعمل النشاطات اللي عنا، نشتغل عليها لنطور حالنا ونطور غيرنا. من خلال صفحة الجمعية على الفيسبوك بيقدروا يتابعونا. الجمعية الفلكية السورية، السورية الكل هلا لازم ينضم للجمعية وتشوفوا الظواهر الفلكية المميزة اللي عن جد كتير حلوة، وتتعرفوا على الفريق. يعني نحنا بنحبكم لأنه عم نشغلكم على هيك كتير حلو، وما كل العالم بتعرف أنه عنا هيك قدرات نسائية ورجال أيضا. ما بدنا أكيد لهن الأساس، هن الأساس أكيد. نتشكرك كتير أستاذة تركية، أهلا وسهلا فيك. الشكر لكم، يعطيكم العافية. أكيد.